السلام عليكم، كيفكم؟ كيف الصحة؟ طبعا اليوم رح ناخذ الستيج 2 بالسيكونس تبع التريتمنت بلان. اذا بتتذكروا بالماضي اخذنا الستيج 1 اللي هي انيشال ثيرابي اللي تتضمن سكيلينج والروت سيرفيس ديبرايدمنت، وانه تعطي للبيشنت اورال هايجين انستراكشن وتعمل له موتيفيشن، ترجع تعمل له ري ايفالويشن بعد شهر، تشوف البوكت ديدكشن بليدنج لسه فيه ما في، تشوفه هو عم ينظف عم يتبع الاستراكشن ولا لا، لحتى تقرر تعمل سيرجري او لا. طبعا نحن بالنسبه للسيرجري اول شيء المهم في هاي المحاضره الاهداف هي اليمينيت البردونتال ديزيز اللي ما حسبنا نشيلها بالفيز 1 بالريجولار سكيلينج، نعمل كوركشن للاناتوميك كونديشن مثل فرينو اكتومي اذا عندك الفرينوم هو الاتاشمنت للمسلز كتير نازل على الاتاش جنجيفا مثل الفرينو اكتومي، رح ناخذ الجنجيفا اكتومي الفلاب سيرجري. طبعا لسه في عندنا كراون لينسنينج والويجمان بروسيجر والجرافتس، هدول ما بعرف اذا رح ناخذهم. هلا اليوم رح ناخذ جنجيفا اكتومي وفرقها عن البلاستي وكيف تتم هاي العمليه. وطبعا الغرض الثالث انه تحط بلاد يعني ريستوريشن بيربسز، هاي بتكون ضمن السيرجري. البرودنتال سيرجري ليش ما فورا ما نبلش بالبرودنتال سيرجري؟ ليش بنعمل الكوز ريليتد او ستيج 1 ثيرابي؟ هلا هون عم بيحدد لنا لانه هي الموضوع كتير مهم. اول شيء لحتى نعمل ريديوس للانفلاميشن الموجود للإديما، يعني انت لازم وقت بتكون الجنجيفا متوزمه واديميتز وبليدنج ما فيك تعمل سيرجري، فلذلك انت بتعمل ستيج 1 لحتى تصير التشو فايبروتيك وفيرم مور فيرم لحتى مور ايزي تو هاندل بالسيرجيكال ستيبس. ومثل ما قلنا اول شيء لانه بنخفف البليدنج الاديميتس وبتكون مور فايبروسيس ومور فيرم وايزي تو هاندل. طبعا لازم نعرف بانه بعد الستيج سيرجري بيصير روت ريسيشن، هذا طبيعي نورمال، وهايبر سنسيفيتي نتيجه الروت ريسيشن لازم تحط البيشنت بهالموضوع لانه هي الجنجيفا بتكون اصلا اديميتس واوفري لارج، فلما بيروح الانفلاميشن بصير فايبروتيك فبصير شرينك نينج فبصير ريسيشن. تمام، هذا لازم تحط البيشنت بهالموضوع. الاوبجكتيف ليش بنعمل بريو سيرجري؟ اول شيء لدايركت فيجن، يعني احنا بنفتح فلاب مثلا، نحن عم نعمل بالانيشال ستيج عملنا كلوز سكيلينج وروت بلانينج اللي عم تعملوه انتم بالعياده، هذا اسمه كلوزد. اجل البيشنت بعد الري ايفالويشن شفنا الباكيت عنده above 5 ملم وما في بوكيت ريدكشن، دائما راح نعمل شو؟ راح نعمل open scaling وروت planning، بنفتح فلاب. فلما بنفتح فلاب بنشوف الاماكن اللي ما وصلنا لها باول مرحله فهي direct vision، وخاصه الاماكن اللي هي narrow packet distally narrow packet اللي ما وصلنا لها بالregular treatment plan. بالسيرجري اذا بتعطينا more direct vision elimination للبلاك ريتنتيف اريا سبيشلي بالنارو باكيت مثل ما قلنا، elimination للبردنتال تيشو، enhancing للريجنريشن بردنتال تيشو يعني بتحسن عمليه الشفاء وبتسرعها، مثل ما حكينا correct الموكو ديفكت اذا في عندنا مثلا بعد العلاج شكل الجنجيفال مارجر كانت ان اثيتيك ان اسيمتريك، هي كلها بتصحح بالسيرجيكال، واكسس للبون ديفكت اذا بيشت عنده انفرا بون ديفكت، انت كيف بدي احله حصرا بالسيرجري؟ بدي افتح فلاب احط له بون جرافت واخيط. اذا الاوبجكتيف هي اول شيء تعطينا دايركت فيجن يعني بنشوف بشكل احسن، ريدكشن والليمينيشن للبلاك ريتنتيف اريا، انهيس البارودنتال تيشو ريجنريشن، بروفايد اكسس للبون ديفكت، كوريكت الموكو جنجيفال ديفكت. هلا السيرجيكال تريتمنت مثل ما قلنا انكلود هي في ست واكثر، طبعا رح نحطكم انا بس الفلاب نبذي عن الفلاب والجنجيفوكتومي بشكل عام لازم تركزوا عليه. شو هو الجنجيفوكتومي؟ نحن حكينا من زمان بالديزيزز بانه في عنا حالات بتؤدي لجنجيفال اوفر جروس تتطلب جنجيفال اكتومي، حكينا نحن الميديكيشن اندوس جنجيفال انرجمنت اذا بتتذكروا السايكلوسبورين الكالسيوم بيتا بلوكرز الفنتوئين هدول كلهم بيعملوا جنجيفال انرجمنت، وعندنا حاله وراثيه ان ايتوباسيك مجهوله السبب اسمها الفايبروماتوزيس، هاي كلها كيف بدك تحلها؟ بدك تعمل شيء اسمه جنجيفوكتومي يعني قطع اللثه. كديفينيشن هي اس ايم تو اكسيجن للسوفت تيشو وول اوف ذا باثولوجيك بارودنتال باكيت، يعني انت تقطع التيشوز المرضيه بالباكيت وكومبايت وذ ريكونتور اوف ذا تي جنجيفا. طبعا بعد ما تقطع والليمينيشن للريدكشن اوف ذا باكيت تعمل كونتور لحتى تحصل على
مظهر أستيكالي تجميلي. إذا هي الأساس لها بأنه تعمل اكسجين للبوكيت وول اللي هو فيه الديزيز. الانديكيشن والكونترا انديكيشن والادفانتج والديس ادفانتج جدا مهمين. يعني ايمتى بنعمل انديكيشن؟ لما في اوفر جروس اكيد. ومنا تاني وحدة الجنجيفال فايبروماتوزس اللي حكينا عنها. لو في عنا شالو بوني سوبرا بوني بوكيت، نحن حكينا البوكيت سوبرا بوني وانفرا بوني. سوبرا بوني اللي بيكون البيس اوف ذا بوكيت از كورونال لشو؟ للالفرار كريست. لما بيكون شالو ممكن هذا نستفيد بعلاجه من خلال الجنجيفال اكتومي. لما بيكون انفرا بوني ديفكت بتكون كونترا انديكيشن، هذاك الوقت بده شو؟ بوني جرافت وماينر كوركتيف بروسيجر. الكونترا انديكيشن مثل ما حكينا الانفرا بوني لما بيكون عندنا سيكنينج بالمارجنال الفرار بون، يعني لانه جنجيفال اكتومي ما بتتدخل على البون. لما عندك مشكله بالبول سيكنس هذاك الوقت صار كونترا انديكيشن، صار بدك غير عمليه مثل كراون لينسنج اكسترا، اي شيء بيتدخل على البون اوستيو سيكتوم الى اخره. ولما الاتاج جنجيفا از نارو اور ابسنت، يعني لما ما عندك مسافه ابوف 3 ملم من الاتاج جنجيفا، الجنجيفا اكتومي از كونترا انديكيتد. طبعا الاتاج جنجيفا لازم تعرفوه انتو اكيد، هي المسافه ما بين المارجنال جنجيفا للموكو جنجيفال جنكشن من نقص من عند البروبينج ديبس بتطلع الاتاشت. والمسافه ما بين المارجنال جنجيفا للموكو جنجيفال جنكشن بدون ما نقص البروبينج ديبس هي بسموها كيراتينايز جنجيفا. اذا الانديكيشن والكونتر انديكيشن مهمه. نرجع على الادفانتج، بتعطيك فيجوال اكسس، بتعمل كومبليت للبوكيت اليمينيشن، والهدف الاساسي للجنجيفال اكتومي هو البوكيت ريدكشن او بوكيت اليمينيشن. وبتعمل ريستوريشن للفيزيولوجيكال جنجيفال كونتور، مثل ما قلنا بنعمل بعد ما نخلص قص بنعمل شويه ريكونتور، فبناخد على مظهر مور فيزيولوجيكال مور نورمال. الديس ادفانتج نحن بنعمل ووند، فلذلك الهيلينج بيطول عن طريق السكندري انتنشن. طبعا انتم لازم تعرفوا الهيلينج عن طريق السكندري انتنشن اللي ما فيه خياط. الفيرست انتنشن هو اللي فيه خياط، بما انه الجنجيفا اكتومي ما مخيط بنحط فوق اسمه ضمات البريوباك، رح نحكي عنه بعد شوي. لذلك الهيلينج بيطول بيكون سكند انتنشن. في حالات بيصير فيها دينجر اوف اكسبوزينج ذا بون اذا اللي كان عم يقص ما عرفان حاله كيف عم يعمل جنجيفا اكتومي، وعم تقطع انت من لوس من اتاج جنجيفا، لذلك فيها لوس. واستيك بروبلمز لانه غالبا هي بتكون بالانتيريال اريا وبتعمل سنسيتيفيتي اذا مثل ما قلنا كان القطع مو منيح وكشفت البون وكشفت الروت. اذا عندنا تس ادفانتج مهمات، الادفانتج الانديكيشن والكونترا انديكيشن. لحتى نعمل جنجيف اكتومي نتطلب انسترومنتس. اهم شيء في عندنا البوكيت ماركينج فورسيب اللي هي هاي لتحت، هاي يتم فيها تحديد البيس اوف ذا بوكيت بهالطريقه. شايفين الصوره باول صوره عم يعمل بروبينج ديبس، وبالنهايه الثانيه بالاند الثانيه بيعمل شيء اسمه هدول البليدنج بوينت اللي يتحدد من خلالهم وين قاعده الجيب وين البيس اوف ذا بوكيت، لانه القص تبعك راح يبلش 1 ملم تحت هاي النقاط. هون لازم تقص بزاوية 45 درجة باتجاه الكراون. ليه زاوية 45 درجة؟ لحتى ما تعمل يعني ايجز وتأخر عملية الهيلينج. فلازم القص 45 درجة باتجاه الكراون ويكون تحت 1 مليمتر من البليدينج بونت اللي تم تحديدها بالفورسيب ماركينج. ثاني شيء بنحتاج كيركلاند، طبعا هدول ادوات مهمه. الكفي نايفز سكاكين خاصه بالبريو، وحده اسمها كيركلاند وحده اوربان. الكيركلاند تستخدم، هاي هي بالصوره تحت، لحتى نقص المارجنال جنجيفا. هي بتكون اصلا بتعطينا قطع 45 درجه، لكن اذا قصيت انت بالبليد العادي تنتبه على ايدك يكون 45 درجه باتجاه الكراون تحت 1 ملم من البليدنج بوند اللي حددناها بالماركينج فورسيب. منقص اذا المارجنال جيرف بكالي بالكيركلاند. الاوربان اللي هي هاي السكينه الثانيه تحت، هاي منقص فيها الانتردنتال اريا. اذا اول شيء بنرجع معيد الانسترومنت مهمين. عندنا نحن البوكيت ماركر تبع كرين كيبلان اسمه، بنحدد فيه البيس اوف ذا بوكيت. بالكيركلاند منقص البكال واللينجوال مثلا اذا كان في عندك او البلاتل. الاوربان منقص الانتردنتال. البارت باركر هاندل هي نفسها حامل الشفرة او البليد، هاي تستخدم في نستخدمها لما نفتح فلاب بارتشر سيكنس، هاي ناخذها بعد شوي. ممكن نستخدم طبعا
بريوستوم اذا نفتح فلاب، هاي ما بالجنجيفكتومي، الفلاب سيرجري لما نفتح فلاب فور سيكنس. اذا نعمل ماركينج للبيس اوف ذا باكيت، بنحدد البليدنج مود 45 درجه، بنبلش نقص. شايفين الاوربا للانتر دنتال سبيسز، الكريت لاند للبكال واللينجوال. بعد ما خلصنا قص، شايفين هذا النسيج طلع معنا هون. اذا كان في كالكولس في بليك لازم تعمل لها سكيلينج، تكون السكيلرز مالتك حاضرين، وبتعمل مثلا ديبرايتمنت وبتشيل الكالكولس اذا في شيء متبقي. هون لازم تحط شيء اسمه بريو باك او ضماد. هذا البريو باك اللي لازم تعرف عنه هو زنك اوكسايد واجينول او فري اوجينول، في له نوعين. الهاندلنج تايم تبعيته من 15 ل 20 دقيقه، هي مده المزج وانت عم تمجه لحتى تطبقه. اهم معلومه لازم تعرفها، لازم انه ثباته يعتمد بشكل ميكانيكال، لا هو ادهيسيف ولا هو ايونيك ولا هو كيميكالي. يعني ثباته عباره عن انتو تدخله بالانتر دنتال سبيسز بين الاسنان حتى تحصل على ثبات لهذا الباك. فانت لازم تتجنب الاوكلوجن، ما يكون عليه اوكلوجن مشان ما يطيح. لازم تتجنب يتجاوز الموكو جنجيفال جانكشن، لانه هذاك الوقت اي حركه راح يطلع، لازم ما يكون عليه حركه. ولازم تدخله قدر الامكان بالانتر دنتال سبيس لانه تثبيته ميكانيكي. طبعا الباك بيطول اسبوع واحد فقط، بتحطه بعدين بتشيله. ممكن تحطه اكثر من اسبوع اذا كان البيشنت عنده عتبه الالم منخفضه يعني، وما بيتحمل وكان عم يشكي من بين زائد، او عنده مثلا امراض معينه. اذا هو مدته الايديال اسبوع، اسبوع بتشيله. بعد الوان ويك بتطول الجنجيفا الابيثيليوم، حصلا البشره بعد الجنجيفا اكتومي شهر كامل لتصير فولي هيلد، والكونكتيف تيشو بيطول 7 اسابيع. هدول معلومات جدا مهمة احفظوهم. شايفين هاي بعد القطع حكينا نحن الحواف must be rounded، ما تكون شائزة، 45 درجة. خلصنا قطع، حطينا هذا لتحت، شايفينه حكيت لكم عليه الباك لحتى يسرع الشفاء، يخفف الألم بوظيفته، يقلل من البليدينج، لكن لازم ما يكون عليه أي حركة، و don't interfere with the occlusion مثل ما حكينا أنه ثباته ميكانيكالي بالinterdental spaces. خلصنا من الجنجيفكتومي، رح نفوت على الفلاب سيرجري. فلاب كلاسيفيكيشن تبع الفلاب بيكون على حسب، يا اما عفت البريوستوم. البريوستوم اللي ما بيعرفه هو عباره، طبعا اكيد لازم تعرفوه عنكم سيرجري، هو تيشو اللي بيغطي البون، يعد من الكونكتيف تيشو. فانت الفلاب اللي لما بتفتحها بتكون اسمها فولي فلاب لما بتشيل هذا النسيج البريوستوم، وتكون بارشالي ثيكنس فلاب لما بتعيف هذا البريوستوم. نستخدم لحتى بالفلاب الفولي سيكنس البريو استوم اليفيتر، هو رافع البريو استوم. وبالبارتشالي سيكنس بنستخدم البليد العادية اللي هي بالبارت باركر بليد لحتى نشيل البارتشال سيكنس. اذا تصنيف على حسب بقاء البريو استوم، تصنيف الثاني displaced or non displaced، معناته انه انت من تفتح الفلاب رجعته لمكانه الاصلي لغيرت مكانه، لانه في عندنا فلابات مثل الكورونا ديسبليس، الابيكالي ديسبليس، ما راح نفوت فيهم. والمانجمنت اوف ذا بابيلا، انت كونسرفيتيف حافظت على البابيلا ولا تراديشنال؟ لا، شلت البابيلا معك وانت عم تفتح فلاب. طبعا تتميز جماعه البريو، هن اقوى شيء جماعه البريو برفع الفلابات، لانه في عندهم شيء اسمه الكونسرفيتيف فلاب اللي بتحافظ على البابيلا والشكل التجميلي للبابيلا، فما مشي للبابيلا لما بنعمل فلاب، وهذا الشيء بيكون مور اسيتيك وما بيبين انه انت فاتح اصلا فلاب وعامل سيرجري. فهذا الشيء يعني بتميزوا فيه جماعه البريو عن الجراحه اللي بيفتح وبلش قص. طبعا بمبادئ الفلاب في عنا 3 انسجن لازم نعرفهم. الانسجن رقم واحد، هاي الصوره هاي كتير مهمه. الانسجن رقم واحد بيسموها البيفيل، هاي بتكون تبعد نص مليمتر عن حواف الجنجيفا، عن الجنجيفا المارجن. الانسجن رقم 2 بسموه السيركولر، هاي بتكون على قمة الكريس اوف ذا بون بالجنجيفا السيركولر. والثري هو بعد ما نفتح الفلاب، هذا التشو الزائد شلناه اسمه الانتردنتال انسجن. اذا اسماء الانسجنز جدا مهمة. اير فيرست او بسموه البيفيل، بي السكند سيرفيكولر او الانسجن اللي بيكون على قمة الكريس اوف ذا بون، والثالث الانتردنتال. طبعا الفلابات خلصنا الكلاسيفيكيشن تبعها. ايمتى بنعمل فلاب؟ اكيد لما نشتغل انفرا بوني بوكيت، ان حكينا كونترا انديكيشن لجنجيفا اكتومي انه في انفرا بوني بوكيت، لذلك لازم نفتح فلاب نحط بوني جرافت لحتى نعالج الانفرا بوني بوكيت. ولما جنجيفا اكتومي ان اسبكتبل ريزولت تجميليا، يعني ما اخذ تجميل من جنجيفا اكتومي، مريض عنده جامي سمايل،
جامي سمايل كانت نتيجة اوفر جروث للبون متجاوز السي اي جي. انت حتى لو مش جنجيفا اكتومي دائما الجنجيفا بتلحق البون، لانه في شي مسافة ما بين الجنجيفا والبون اسمها البيولوجيكال ويتس هي 2 مليمتر. وين ما تكون في بون الجنجيفا لازم تكون فوقه ب 3 مليمتر. 2 اسمها بيولوجيكال ويتس او البعد الحيوي، 1 مليمتر هو عمق السلكس. فلذلك احيانا تتطلب منك بانه انت تشيل البون لحتى تشكل مشكلة تجميلية ما انحلت بالجنجيفا اكتومي. هذا الهدف الثاني. الثالث اوسيو ريكونتور، يعني اذا عندك بوني ديفكت، عندك عرن عظمي، عندك اي شيء بده ازاله للعظم او للبون، لذلك بدك فلاب سيرجري. من احد هاي الفلابات ناخذ الموديفاين ويدمان. هاي كيف بنعملها وشو الانديكيشن تبعها وطريقتها الجراحيه؟ هاي اول شيء بنعمل تستخدم لا ريموف، ركزوا لي على الفكره، good access للروت سيرفيس لكن ريموف للابيسيليوم اوف ذا باكيت، وليس بوكيت ريدكشن مثل الجنجيف اكتومي. الجنجيف اكتومي نحن جينا حددنا البيس اوف ذا باكيت بعدين قطعنا، يعني شلنا الباكيت كله هون، لا هون بنقطع نص مليمتر او واحد مليمتر بعد المارجنال جنجيفا، فبنشيل فقط الابيسيليوم. هي فرق جدا مهم. تستخدم لا وايت اوف ذا كيرا جنجيفا از مينتيند. طبعا هدول الميزات تبعيتها، مو ما بنبعد كثير عن الجنجيفا فما بنقطع كثير من الكيراتينات جنجيفا على عكس الجنجيفا اكتومي. مور اسيتيك لانه هي من نون ديسبليسد فلاب، يعني لما بنفتح الفلاب بنرجع لموضعه الاصلي، ريبليسمنت اوف ذا فلاب ببري سيرجيكال لوكيشن هو نفسه بالبوست سيرجيكال لوكيشن، يعني بترجع الفلاب محل ما فتحته. لذلك بتستعمل مينيمال اماونت اوف تراما، وفاركيشن كان بي اكسبوز فيه اكيد لانه هي فلاب بالاخر. ومور اكسسبيليتي، هدول الميزات جدا مهمين. رح ندخل بالعمليه الجراحيه شرحها. طبعا مثل ما ملاحظين بالصوره A، هذا بيشنت عنده بور ريزوربشن، هوريزونتال بور ريزوربشن، وما تحسن البور ريدكشن عنده، فبده اوبن سكيلينج. عملنا انسجن اذا بتلاحظوا بهاي الصوره، هو نص مليمتر مبين اكثر بالدي، نص مليمتر بعيد عن الجنجيفال مارجن. هذا الفيرست انسجن او البيفيل، بعدين بنعمل سكند انسجن هو بيكون سيركلر، الثيرد هو اللي بنشيل بقيه التشو اللي زادت هون، عم بيعمل بالاي سكيلينج وديبرايتمنت. خلص شال الجرانوليشن تشو، رجع خيط محل ما عمل الاول انسجن، لذلك هي نون ديسبليسد. وهي النتيجة بالكي. بعد طبعا هدول الانسجن حكينا عنهم، حكينا البارد باركر هو اللي يستخدم السبارشالي سيكنس فلاب، الفول سيكنس فلاب قلنا هي اللي بنرفع فيها بنرفع فيها شو البريو استوم وبنكشف فيها العظم، ويستخدم فيها البريو استوم اليفيتر. طبعا عندنا بليتس، الانسجن رقم واحد بنستخدم فيه ال 15 سي، الانسجن رقم 2 غالبا نستخدم فيه ال 12 دي عفوا، والرقم 3 اللي هو الانتردنتال غالبا بنستخدم فيه الاوربان. هدول استخدامات كمان مهمة. هذا الاليفيتر اول واحد بالريستر اليفيتر بالفولي ثيكنس فلاب، نيدل هوردر. طبعا انواع السوتشر بيست اون مادة الخياطة، يا اما بتكون ابزوربابل يعني انت يمتصها الجسم ما في داعي تقول له تعال بعد اسبوع فك لك الخيوط، او نون ابزوربر لازم تفكهم. النون ابزوربر فيه ناتشرال وسينسيزيز مركبة كيميائيا، ونفس الشيء الابزوربر ناتشرال وسينسيزيك. الناتشرال بالنون ابزوربر مثل السلك اكثر شيء مشهورين فيه معروف، ومثل النايلون بالمركبة. الابزوربر ما في داعي تفكها. في عندك السيرجيكال جات، هي من امعاء البقر تستخدم كمادة طبيعية، والفيركل من المركبة أي إعادة للويدمان نفسه شو نص مليمتر بعد. بعدين ثاني انسجن سيركلر، الثالث الانتردنتال. طبعا البليتس حكينا ال 15 سي الفيرست، 12 دي سكند، والاوربان للثيرد انسجن تستخدم. هدول كلهم شرحتهم انا. فلاب boundaries of the attached gingiva، second حكينا شو اسمه نستخدم فيه 12 دي، third urban وبيكون horizontal بنشيل فيه الباقي على crest of the bone.
بنعمل روت بلانينج دايركت فيجن، وبعدين بنعمل سويتشنج، وهيك بكون خلصت الليكتشر. هاي مهمة، يا ريت تدرسوها، يا راح اعطيكم وحدة بعدها يا ما راح تكون اخر وحدة. بالتوفيق ان شاء الله.